الإنفلونسر اللبنانية شيرين زعتري حلواني معروفة بأناقتها وذوقها الراقي المميز. أليكس حبلة أول معرض لك ببيروت. ومن الحبر حبيت بلشت هيك تجيني أفكار أعمل فيها تياب وفاشن. كريستينا لبس من تستوحي أفكارك بالمجموعات اللي بتعمليها. ناتور الطبيعة أكيد. أنا بتمنى لكم سنة 2016 تكون سنة حلوة كتير عليكم. باي. آخر موضة الأحد 5:30 المساء على الجديد.